لا زالت العائلات في أعماق قرى ولاية تيرت تحافظ على عاداتنا التقليدية، منها خبز الدار، فلا زالت ربات البيوت يقمن بتحضيره بأنفسهن، خاصة في مثل هذه الظروف لانتشار فيروس كورونا، حيث أصبح خبز الدار أو المطلوع كما يسميه أهل المنطقة له نكهة خاصة في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك. احنا يا صحاب بكري نطحنوا الطحين، نصفوه ونطحنوه ونغربلوه، ولينا نفتلوها نفتلوها، ولينا نعجنوها نعجنوها، نديروها مطلوع ونديرو ثاني الشعير، كسرت الشعير والقمح هذا تاع المطلوع. فما يزيد من مذاق هذا الخبز هو طهيه أيضا تقليديا بما يسمى كوشة العرب، حيث تزيد من نكهته الطبيعية بعد تحضير شروط الطهي التي تكون على الجمر وباستعمال نبات الديس أو الحلفاء التي تضيف نكهة أخرى. النوب الأول كي نصنعو نديرو حدايد، نرموهم فوق الجمرة، نرمو حدايد وعلى الحدايد نديرو ديس ولا حلفة ولا القصب ولا والدوم ولا دوم اللي نصنعيه ونرمو الكسرة. حنا عاد تجدودنا قابضين فيها، عادة نتاع تجدودنا قابضين فيها، كي يهدف هذا المرض ماناش نراعو غير للحانوت، لازم نصنعو الحاجة اللي بدينا نقضوها نديروها. احنا ما نشروش الكسرة هذه كاع من اللي جات هذا المرض، هوينا غير نحافظوا على رواحنا، ندلكوا كسرتنا ونطيبوها وناكلوها ونغسلوا بلا جافيل بالعوم. تنتهي عملية طهي خبز الدار الذي يبقى مطلب سكان المناطق العميقة بتيرت، حيث لا يغادر مائدة إفطارهم في هذا الشهر، فيزيدهم تمسكا بعاداتنا في زمن الكورونا الذي يبقى دعاء أمهاتنا مستمرا لرفع هذا الوباء. إن شاء الله يبعد أولادنا وبلادنا، إن شاء الله يا رب العالمين، الله يبعد علينا البلا والوباء، إن شاء الله يا رب العالمين، والله يستر بلادنا ويعلي إعلامنا ويستر وليداتنا من الحدود للحدود، اللي راهم قابضين قابضين للحدود، وراهم حاميننا وحاميين كتافنا ورافعين نار يصالنا.